إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة. ترحيب شعبي ببيان الجيش المصري الذي أمهل مرسي 48 ساعة كفرصة أخيرة. الزعبي: الإخوان المسلمون سقطوا في مصر إلى غير رجعة وشوهوا في عام واحد سمعة الدولة وإنجازاتها منذ جمال عبد الناصر. روسيا تحذر من تنامي نشاط الإرهابيين في صفوف المعارضة السورية، وكيمون يحث على عقد لقاء استشاري جديد حول التحضير لمؤتمر جنيف بسرعة. بواسير قواتنا يضبطون أسلحة رشاشة وصواريخ حرارية ومدفع هاون داخل وكر للإرهابيين بمدينة تل كلاخ. الحلقي ووزير الأوقاف يلتقيان صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي. تحت شعار سوريا لكل العرب والجميع لفلسطين، انطلاق المؤتمر الأول للشباب العربي في جامعة البعث بحمص. نشرة الثامنة والنصف من المركز الإخباري بدمشق، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا.